لا طبعا انا مش موافق يا عيسى. يا نور بيه، انا بعفي حضرتك من اي حرج. حرج ايه بس وبتاع ايه؟ ايه الكلام ده؟ انا عارف ان اللي حصل مش هيعدي، هيبقى في كلام كتير قوي عن الموضوع ده. اولا دي حاجة شخصية، يعني مش من حق اي حد انه يتدخل فيها. ثانيا دي حاجة مؤقتة، يعني هتاخد وقتها وتعدي. بس دي رغبتي يا عيسى. مش معقولة اي حد فينا يتعرض لمشكلة صعبة او موقف محرج يسيب شغله ويقعد في البيت. وبعدين انت صحفي محنك، يعني يا ما عدى عليك. ما عشان كده، عشان انا صحفي عارف ان الموضوع مش هيعدي بالسهل، وهيبقى في شوشرة كبيرة جدا على البرنامج وعلى القناة، انتوا في غنى عنها. ايه الكلام ده؟ لا طبعا احنا في مركب واحدة، ونجاحك من نجاحنا ونجاحنا من نجاحك، وانا مش ممكن اتخلى ابدا عن اي حد من الفريق بتاعي مهما حصل، حتى لو قفلوا القناة، لو لغوا البرنامج. ايه رأيك بقى؟ بجد مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة، انت تفصل يومين عشان تجهز بحلقات الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي؟ اه ان شاء الله، ربنا يسهل. على اذنك. اتفضل. اهلا اهلا اهلا. خلصت تصوير يا قلبي؟ عيسى المعدابي جاي تاني ليه يا انور؟ يا ست اهدي بس، اقعدي وانا افهمك كل حاجه. ما هو مالوش لزوم بعد الفضيحه اللي حصلت له هو واخته ده انه يجي تاني. اهدي بس واقعدي. وديني قعدت دلوقتي يا ستي. الناس ملهاش سيره غير عيسى المعداوي واخته واللي حصل بقى. تفتكري بقى فرصه سخنه قوي زي كده انا ممكن افوتها؟ تخيلي معايا كده الناس وهي بتتفرج على عيسى المعداوي، رجل المبادئ والقيم والأخلاق، بيتكلم في التاريخ والثقافة، وهو يا عيني بيته خربان واخته ممسوكة في قضية مشبوهة والعياذ بالله زي كده. دي هتبقى حفلة. ده أنا لو طول مضيه عقد جديد أمضيه. دي فرصة ما تتفوتش يا بيبي. دماغك سم يا بيبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ رايحين فين يا استاذ؟ رايح فين يا استاذ منك ليه؟ بالراحه شويه يا عم انت. هو انت بتسال كل واحد طالع ولا ايه؟ اه طبعا، مش انا بواب العماره لازم اسال مين اللي داخل ومين اللي طالع؟ انا طالع شقه 14. شقه 14، شقه 14. اه دي بتاعت الاستاذ مالك. قصدك لوكا؟ اه هو الاستاذ مالك. اه انا طالع له. طب هو ساعتك مش قاعد فوق؟ امال راح فين؟ انت هتسال ليه كده؟ هو علم علمك، هو اصلا كان ليه يومين ثلاثه جه خد حاجته كده لما في عربيه وخد حاجته سابني مفاتيح الشقه ومشي. وما قالش راح فين؟ هو سعادتك مباحث ولا ايه؟ هات 50 جنيه. شاكر. هو يا باشا كان ساكن فيها ليه شهرين ولسه سايب لي مفتاح الشقه ومشي من يومين. وما لاحظتش حاجه غريبه وهو قاعد في الشقه؟ اه والله هي الشقه كلها كانت غريبه يا استاذ، بس هي اكثر حاجه فيها كانت النسوان. حلو قوي. النسوان اللي كانوا بيقولوا دول كنت بتسالهم زي ما بتسالنا كده؟ لا طبعا، حد الله، برضو انت ترضى لي ان انا اسال النسوان اللي رايحه ولا اللي جايه؟ لا بس هو كان هيسيب لي خبر ان في ناس جايه له، فانا كنت هطلعهم على طول. مين صاحب العماره دي؟ لا يا باشا عند كده وستوب، ما اقدرش اقول لك. اه سعادتك صاحب العماره دي مسافر السعوديه وعيجي مره كل سنه. حلو جدا. بما ان صاحب العماره مش موجود في مصر، مين اللي بيأجر الشقه هنا؟ انا عمك سيد اللي مأجر الشقه للاستاذ مالك. الله ينور عليك عم سيد. عندك صورة للعقد ده يا عم سيد؟ لا يا باشا عند هنا وستوب، ده هيبقى اتفاق جديد وشرط جديد. هات 100 جنيه يا شاكر. كده أقول.